خرج ايضا بركات ايت ولوز. مرحبا بكم تربوتو حوايج ديال جشكان غمناس ولوز تربوتو حوايج اسكا سيمغرات البهره سيمغرات ايت ولوز حوايج اسكا ديال تزري يا تيزي بهره فولكين يا تيزي بهره بهره تو خيارنا. مرحبا سي ولوز مرحبا سي تواسي بنسوس مرحبا سي حوايج اسكا غدو سيمغرنوك جوج انت رزانت نتمنى ان شاء الله بدا ديس نزري يا تيزي بهره فولكين يا تيزي بهره بهره تو خيارنا. اذا مجموعة تحواج أولوز برئاسة عبد السلام خرشا راس نتمنى طول العمر إن شاء الله. إذن تربوت نحواج أولوز غمس الختام لفعاليات مهرجان تسكيوين في دورة الرابعة. بركة سي عبد السلام خرشا مرحبا بك سي عبد السلام بركة كلكم أيت أولوز غدو سي مغنى غبي سي مغنى البارة. مرحبا سي عبد السلام مرحبا أيت أولوز أيت حواج نوز كاع مرحبا بكم. إذن مرحبا مرحبا سي عبد السلام خرشا مرحبا يا توسكا مرحبا حواش الولوز ترميرتي يا حواش الولوز مرحبا بكم بركات غماس تروداند بركات غماس المركز الثقافي تروداند ضمن فعاليات مهرجان تسكيوين في دورته الرابعة. Thank you.